ازاي ربنا كمان بيفرح بنجاحنا الارضي زي ما بيفرح بنجاحنا الابدي؟ هو انا لما كنت بنجح في المدرسه زمان مش كانت ماما بتفرح قوي؟ طبعا بالظبط كده. مش كان بابا بيجيب لي هديه وبيطير بيا من الفرح؟ ابويا فرحان ليه؟ لان ابنه نجح. صحيح. انا بقى ابويا السماوي عايزني فرحان على الارض، عاوزني ناجح على الارض، عاوزني صوره راقيه جدا للانسانيه. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان الرب مع كل واحد فينا. الله عايزه ناجح، الله عايزني إنسان مثمر، إنسان ناجح، إنسان فرحان. لأن الإنسان الناجح إنسان أمين طبعاً. في الوزن اللي ربنا ادهاله. فالأمانة دي صفة من صفات أولاد الله، وربنا بيحبنا نكون أمناء في كل عمل تمتد إليه إيدينا، وعاوزنا فرحانين، وعايزنا فرحانين. لا، احنا عندنا بقى كونسبت في يعني في الفهم العام انه انا هفرح لما اروح السماء، لكن هنا لازم اكون مكتئب بكآبه الوجه. ما اعرفش سيبنا كل الانجيل. ايوه طب ما حبيبي بكآبه الوجه وانت بتتوب في اوضتك 3-4 دقائق. أيوه. زي الفل. أيوه. بس هو قال افرحوا في الرب كل حين، ده اول جزء. واقول ايضا ايه؟ افرح. ايه الفرق بين الاثنين دي؟ افرحوا في الرب، افرحوا من خلال علاقتكم بربنا. صحيح. التانية افرح بما أعطيه ليك من خير. صحيح. افرح بامرأة شبابك، افرحي بجوزك يا حبيبتي. افرحوا بولادكم، افرحوا بنجاحهم، افرح ان جالك فلوس، اعرف انك افرح انك حوشت اول 1000 جنيه في حياتك. يا طب اول 100,000 جنيه في حياتك يا سيدي، اول اي حاجة. افرح، خليك فرحان، خليك ممتن. صحيح. عشان كده الانسان الايجابي دايما ممتن، ممتن لله وممتن لمن حوله، حتى لو اللي كانوا بيعملوه حاجات صغيرة جدا. إلا إن هو شايف كل حاجة صغيرة كبيرة عايز يفرح. في واحد عاوز يفرح، في واحد عاوز يكتئب، دي رغبتي الشخصية.